أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جمعية وهج النسائية الخيرية بالجبيل الصناعية. هل تريد أن تسعد والديك؟ لابد أنك بحثت عن أثمن شيء لهما. ما رأيك بالهدية التي فيها الأجر والثواب الدائم لهما بإذن الله؟ إذن أسعد والديك بالتبرع لوقف الوالدين بمدينة الجبيل الصناعية والمساهمة في بناء هذا الوقف بشراء صكوك السنبلة المتنوعة. السنبلة الأولى 100 ريال، السنبلة الثانية 500 ريال، السنبلة الثالثة 1000 ريال. وللحصول على هذه الصكوك ما عليك سوى التنسيق مع قسم التبرعات للتحويل أو الإيداع لحساب الوقف أو زيارة مقر الجمعية واستلام الصكوك. كما يمكنكم التبرع بالإيداع المباشر بحساب الوقف، وهذا الوقف عبارة عن مجمع تجاري سكني استثماري على أرض ممنوحة للجمعية من قبل الهيئة الملكية بالجبيل، يتكون من 4 معارض و6 مكاتب تجارية و24 شقة سكنية على مسطح بناء يبلغ 9191 متراً مربعاً بتكلفة بنائية تبلغ 18 مليون ريال. ريع هذا الوقف لصالح دعم مشاريع الجمعية من كفالة الأيتام والأسر المحتاجة ومشروع كسوة الشتاء والعيدين والحقيبة المدرسية وتدريب وتأهيل أبناء الأسر وغيرها. فلنتعاون جميعا في بناء هذا الصرح الخيري في مدينة الجبيل الصناعية. جمعية وهج النسائية الخيرية بالجبيل الصناعية. للتواصل والاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية 01-3346-0841، التحويلة 206، أو الاتصال على الجوال 05-44-49-2074، أو زيارة موقع الجمعية الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي تويتر إنستغرام. جمعية وهج النسائية الخيرية بالجبيل الصناعية. أسعد والديك.